السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب ابتداء من يوم غد والأيام القادمة إن شاء الله لآخر تحديثنا مع الطقس العالمي إن شاء الله. فقبل البدء مشاهدينا الكرام، إذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا بإذن الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم جزيل الشكر. والآن سوف نمر إلى التفاصيل، ويتوقع بإذن الله لتوقعات يوم غد إن شاء الله أن تكون الأجواء كذلك غير مستقرة مع احتمال بعض التساقطات المطرية على مرتفعات الأطلس على فاس ومرتفعات الريف، تساقطات مطرية محتملة مع احتمال هبوب رياح نسبيا قوية على قلميم. اليوم كذلك تورث أجواء غائمة على الغرب مع احتمال بعض التساقطات المطرية الضعيفة والخفيفة خلال الأيام القادمة إن شاء الله والأيام البعيدة المدى، فتشير إن شاء الله للأجواء عموما ستكون مستقرة إلى قلة السحب. سنرى كذلك آخر تحديثات نماذج الطقس العالمية خلال الأيام البعيدة المدى، فتشير لدخول بعض التساقطات المطرية لكن تبقى خفيفة وضعيفة نسبيا.